اليوم يفي وقته هذا الإعلان الجميل لأول 50 شخص. شو رأيك تاخذ لك أرض في أحلى مكان وأجمل مكان في المدينة الجميلة، المدينة عجمان دار الأمان. السعر ل3000 قدم لأول 50 شخص، قول كم؟ 271,000. يسمونه بلاش، لا، التسجيل دائما فيه رسوم. هل هذا العرض أيضا مجانا؟ أيوه، أيضا التملك لجميع الجنسيات العربية وغير العربية، مكان يحبه قلبك. تعال شوف، شوف الخارطة هذه. أنا واقف وين؟ أنا واقف هون، أوكي؟ شارع الشيخ محمد بن زايد، واضح يا سيدي؟ فقط هذه الأراضي اللي بلون الأحمر اشتروهن عمي، اللي باقي بس اللي بلون هذا الخال شو هذا بلون البني، وطبعا فلل. زين خليني أقول لك، من بين أرضك لين شارع الشيخ محمد بن زايد دقائق، غمضة عين، إلى جامعة عجمان تقريبا 10 دقائق، إلى سيتي سنتر عجمان إذا ما بالك 15 دقيقة، إلى مطار شارقة الدولي 20 دقيقة، إلى مطار دبي 26 دقيقة. مكان استراتيجي، إذا جيت بإذن الله شراي. يقول لك رافق الكريم تكرم، شو يعني؟ أنا بس ألمح لك، وين الاستراحة هذه لسيدي RRR؟ شفت الاستراحة هذه؟ وانت يارا إن شاء الله. البنية التحتية شباب للمنطقة مثل ما تشوفون جاهزة، هذه المنطقة فقط أراضي محدودة، من هذا النخل لين هذاك النخل لين هذا النخل بس. سعر جميل جدا، لوكيشن خطير. عرفت البنايات هذه؟ هالبنايات عدالك. اليوم أنا أقول لك مصاريك أرميها في هني، هني البركة إن شاء الله، هني البركة. تبغي تبني ابني، ما تبغي تبني بعد كم سنة خليها تتعمر المنطقة، رديت بعت الأرض. والله يرزقك إن شاء الله رزق الحلال، خذ مني النصيحة بإذن الله. الدفعات كيف؟ أنا مثلا ما عندي المبلغ كامل أدفعه، في أقساط؟ في عنا نحن 4 أقساط لمدة سنة كاملة. حلو. هلا دفعة مقدمة وبعدين بكمل على 3 أقساط لمدة سنة يسكر. لمدة سنة يسكر سعرنا. زين بعد 2-3 أربع أنا أبغي أبيع عادي. هلا بكرة فيك ترجع تبيعها، ما في مشكلة. شوف البنية حق المجاري حق كل شيء، طلع 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 مكان يا سيدي، طلع. شوف مكان استراتيجي. إذا كنت متردد وتفكر تشتري سيارة، ارمي مصاريك في العقار الابن البار، إن شاء الله يحتويك في الصغر وفي الكبر بإذن الله تعالى. هذا بعد 2-3 سنين تقدر تبيعه وإن شاء الله مستفيد، والأيام بيننا يا سيدي إن شاء الله. طلع 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 مدينة عجمان ما شاء الله بادية تاخذ انطلاقة قوية في مجال العقار، وهذا مش من اليوم. الشيخ راشد بن حميد ما شاء الله مميز في كل شغلة إدارية ما شاء الله. شوف شيخي هذا 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 شارع الشيخ محمد بن زايد، تخيل هني فيلتك وهني أرضك اللي بتشتريها. شوف عرفت المكان؟ مكان ما يضيع مكان. طبعا الإمارات العقارية هي اللي مسوية هاندلينج لهذا المشروع، تابعة لآر هولدنج، واضح؟ يلا الصورة الجاية كابتشر، والله يرزقكم.